جامعة القاهرة. نسأل الله أن يظل عاليا خفاقا على مر العصور والأزمان. علم محافظة سوهاج وشعار جامعة سوهاج يتقدمون طابور العرض. جامعة القاهرة. جامعة القاهرة أقدم الجامعات المصرية وأعرقها، أقدم الجامعات المصرية وأكبرها. تحية عطرة من قلب صعيد مصر إلى قاعة القبة، إحدى رموز ومعالم قاهرة المعز. أنشأت الجامعة في 21 من ديسمبر لعام 1908 وسميت بجامعة فؤاد الأول. أهلا وسهلا بشباب جامعة القاهرة وبرئيسها السيد الأستاذ الدكتور جابر